السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا درس بسيط أو موضوع بسيط. عندنا الخلايا اللي هو A و B أو العمود A B، كيف أني أنقل الـ A وحطه هنا، تمام، والـ B أحطها هنا. طيب، أول شيء نروح شوفوا بالمنتصف هنا، لما نلاحظ شوفوا تحول الماوس إلى شكل آخر، تمام. بعدين نضغط على شيفت بلوحة المفاتيح، نضغط مطولا طبعا، ثم ننقلها. لاحظ أنها انتقلت بالشكل هذا. طيب، أنا أبغى أنقل جميع الملفات الموجودة هنا. أقوم أول شيء أحدد بالشكل هذا، تمام، أضغط مطولا على شيفت بلوحة المفاتيح، ثم أروح من هنا بالشكل هذا لما يجي العلامة هذه، تمام، ثم أسحبها بالشكل هذا. شفت شلون أسحبها بالشكل هذا، تمام، نسحبها بالشكل هذا. تبتل أو تضغط مطولا على شيفت، تمام. هذا هو الموضوع، بس باختصار نحدد ثم نضغط مطولا على شيفت، ثم عفوا نضغط مطولا ثم إلين ما تجي العلامة هذه، ثم نغير المكان اللي حنا حابين ننقله فيه. وشكرا لكم. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.